السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ترند البرنس، يا رب تكونوا بخير. خاص من داخل المنتخب يكشف مصير أبو جبل من مواجهة السنغال في ظل أزماته مع الزمالك، وإليكم التفاصيل. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وشير للفيديو. علق مصدر مسؤول من داخل منتخب مصر عن مصير الحارس محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك من التواجد في قائمة المنتخب، وذلك خلال مواجهتي السنغال في الجولة الحاسمة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم. ومصدر من داخل المنتخب أكد أن أبو جبل سيتواجد في معسكر مباراتي السنغال سواء شارك في مباراة الغد مع الزمالك أمام بترو إتلوتيكو أو لم يشارك، مؤكدا أن استدعاء أبو جبل لمعسكر مباراة السنغال ليس له علاقة بالمشاركة أمام بترو إتلوتيكو الأنجولي، خاصة وأن الحارس شارك في كافة مباريات الزمالك والأخيرة في الدوري وفي بطولة أفريقيا. وكان نادي الزمالك قد أعلن عدم التجديد للحارس محمد أبو جبل عقب خروج الفريق مؤخرا من دورة أبطال أفريقيا، خاصة في ظل تأخير تجديد الحارس والحديث عن عروض تأتي له من الدوري السعودي لضمه للموسم المقبل. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وشير للفيديو، والسلام عليكم.